مساء النور متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، أسعد الله مساءكم باليوم والبركات. مباشر جديد من مدينة أبي جعد، مدينة الزاوية الشرقوية. هنا بعد قرار الحكومة الإغلاق على الساعة 9 مساء، هنا البجعديين يحترمون القرار الكل. إغلاق على الساعة 9 والربع، هنا التزموا البجعديين بالقرار ديال الحكومة. كما تلاحظون هنا بعض البراجات ديال الامن الوطني على مشارف شارع الحسن الثاني، كما تلاحظون متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في. ونحن كبجعديين الا نوصل للمتتبعين ديالنا عبر ربع المملكة من الاجواء ديال القرار ديال الحكومة اللي اتخذته الحكومة على الاغلاق على الساعة 9. هنا كما تلاحظ متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في أجواء ديال الأمن الوطني. هنا الشكر موصول لرجال الأمن الوطني على مدينة أبي الجعد. السلام عليكم. دائما سلسله مباشره نقوم بها متتبع ومشاهدي قناه شوف تي في، الا نقرب متتبعين ديالنا عبر ربع المملكه. ونحن الان نتواجد بشارع الحسن الثاني من مدينه ابي الجعد. الكل يلتزم بالتدابير الاحترازيه، التدابير الوقائيه، القرار ديال الحكومه للسدان مع التصعود. الكل لا بجعديين ولا بجعديات التزموا بالقرار ديال الحكومه. هنا المغاربه كامل ما رضاوش بالقرار، الا ما رضاوش بالقرار، ولكن هذا قرار حكومي للانصاف، لان كثره الاصابات ديال فيروس كورونا او الاصابات ديال هذا المرض اللعين، هذا المرض اللعين اللي الم جميع المغاربه داخل ارض الوطن او بالعالم كامل، داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. ونحن كمراسلين لقناة شوف تي في لا نقرب متتبعين ديالنا عبر ربع المملكة من الأجواء ديال بعض المدن. ونحن الآن نتواجد مدينة أبي الجعد، مدينة العلم والعلماء، مدينة الزاوية الشرقاوية، المدينة التي لها صيت سياسي ورياضي بالمملكة. كما تلاحظون الكل يلتزم بإغلاق على الساعة 9 مساء. كما تلاحظون هذه ساحة درب قرعة، الكل ملتزم، ماشي يلا سدوا مع 9 و4. متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، كما تلاحظون الكل محترم القوانين او القرار ديال الحكومة. كما تلاحظون متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، ونحن الآن في شارع الحسن الثاني. هذا من أكبر شوارع مدينة أبي الجعد. الشارع خالي من الأشخاص، خالي من المارة، خالي من السيارات. كما تلاحظون متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، الأوفياء داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. نحن ملتزمون كمغاربة وكبجعديين بقرار الحكومة. إحنا ما راضينش عليه، وإنما لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكل ما راضيش بهذا القرار، وإنما ما عندنا ما نديرو. هذا قرار نحن كبجعديين أو نحن كمغاربة ما غنتقبلوش قرار. ودائما سلسلة مباشرة متتبعة مشاهدي قناة شوف تي في، إلا نقرب متتبعين ديالنا عبر ربع المملكة. ونحن الآن نتواجد بشارع الحسن الثاني مدينة أبي الجعد. هنا بعض المسافرين هنا ساحة درب قرعة. هذا من أكبر شوارع مدينة أبي الجعد.
شارع المجاهدين، شارع خالي من المارة، خالي من كل شيء ساد، كل شيء محترم. القرار الحكومي أو قرار الحكومة، هذا القرار الكل ما راضيش به، وإنما لجد الله سبحانه وتعالى هذا القرار اللي طبق علينا كمغاربة ما رضيناش به، وإنما الحكومة اتخذت قرار لا رجعة فيه. تنتمنى من رئيس الحكومة ياخذ شي قرار اخر، لاننا ضررنا من جائحة كورونا لمدة ديال عامين. الله يحسن العوان، الله يكون في العون، الناس تمحنوا، الناس لا حول ولا قوة الا بالله. وكما تلاحظون المتتبعين ومشاهدي قناة شوف تي في، هادو بعض الحواجز الأمنية، هادو بعض الحواجز الأمنية بمدينة أبي الجعد، حواجز أمنية في المدينة. ونحن كبجعديين إلا نقرب المتتبعين دولنا عبر ربوع المملكة مباشر من مدينة أبي الجعد، مدينة العلم والعلماء. هادو حواجز أمنية في المدينة. ودائما في سلسلة مباشرة نقرر المتتبعين ديالنا عبر ربوع المملكة، ونحن الآن نتواجد بالقرب من مدارة الفرح. هذا من أجمل المدارات في مدينة أبي الجعد، المدارة التي لها ودائما سلسلة مباشرة نقدم متتبعين ومشاهدي قناة شوف تي في، إلا نقرر المتتبعين ديالنا عبر ربوع المملكة، ونحن الآن نتواجد بالقرب من مدارة الفرح. هذه المدارة اللي تجسد تاريخ المدينة البجعدية أو تاريخ الزاوية الشرقاوية. كما تلاحظون الكل ملتزم بالقرار ديال الحكومة، قرار الإغلاق على الساعة 9 مساء. هذا شكر موصول لجميع المكونات المجتمع المدني وفعاليات المجتمع المدني، سلطات محلية، باشا المدينة، رجال الأمن الوطني، القوات المساعدة، الدرك الملكي، والأعوان السلطة، الكل مجند وراء هذا القرار. كما تلاحظون نحن الآن نتواجد بمدارة الفرح، هذه من أجمل المدارات في المدينة، المدارة التي لها صيت بمدينة أبي الجعد، المدارة التي أتى عليها القيل والقال، المدارة التي كما تلاحظون المدارة جميلة. هنا متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، نحن الآن نتواجد بمدارة الفرح، هذه من أجمل المدارات. كما تلاحظون متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، إلى هنا غادي ننهيو المباشر ديالنا، وإلى اللقاء إلى مباشر لاحق.